يا معشر المسلمين، وزمرة المؤمنين، رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أو وسطوا وثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا